لا انا بتكلم على ايه؟ في ميعاد انا ساب امتحان واستأذنت عشان اجي. المفروض الكل ها الكل بيستفيد حتى البنات والكبار. احنا نرجع لك نفس التصوير بيخلي الطلبه ما تحضرش. لا لا مو هذا هذا الفصل اللي بيحضر. احنا نرجع لك ركب الحضري. طب احنا حاضرين نستفيد من الحاضر. عين علي. الحاضر يصور هو بقى نفسه. خلاص احنا نفس طيب انا ريان هذه كبرتي انا مو ريان. ريان صور بس احنا بس احط على الكمبيوتر اللي بياخذ. خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. النهارده ان شاء الله عايزين نفهم الاي سي جي. فهمناها يبقى اي حاجه بعد كده سهل. خلاص طبعا تعريف الاي سي جي والحاجات اللي بتتحط كله ايه نظر. عندنا هنا لو اي تيشو عايز تنور دلوقتي لغايه لما نشرح وبعد كده نفهم ايه. يقول اللي عند اي تيشو فعندنا هنا الدايبول. الدايبول عباره عن ايه؟ اتجاه الالكتريك اكتيفيتي اوف ذا هارت. خلاص؟ لو الدايبول رايح ناحيه الالكترود هيديني ايه؟ بوزيتيف ديفليكشن. بوزيتيف ديفليكشن. لو رايح اواي هيديني نيجاتيف. لو في النص لا الكتريك الجزء الاول هيديني بوزيتيف والجزء الثاني هيديني نيجاتيف ديفليكشن. دي قاعده عامه. خلاص يبقى في عندي هنا الدايبول لو هيد ولو تي. الهيد لو رايح ناحيه الالكترود هيديني ابورد ديفليكشن. لو اواي هيديني داون وورد ديفليكشن. طب نشوف كده ادي الهارت. الامبلس هنا بتبدا فين؟ الاس اي نود وتروح لعلى اول حاجه الرايت اتريم من الاول وكده تروح للليفت اتريم بعد كده تروح للاي في نود اي في بندل بندل برانش ودي ديني الايه؟ بيرجنج فاين. خلاص؟ طيب الامبلس احنا لو حاطين هنا في واحد وفي 2 في 3 لغايه في 6 حاطط الالكترود هنا الامبلس هتروح ناحيه الالكترود ولا اواي فروم ذا الالكترود؟ ناحيه الالكترود. وتديني ايه؟ بوزيتيف ديفليكشن. اب وورد ديفليكشن. اب وورد ديفليكشن اكوردنج تو ذا سيكنس او ذا سايز اوف ذا ايه؟ بارت وذا ماسك. يبقى عندنا هنا الاتريال ديبولاريزيشن راح ناحيه الالكترود تديني اب وورد ولا داون وورد؟ اب وورد ديفليكشن. This is primary wave يعني اول ويف. اول ويف اسمها ايه؟ برايمري. برايمري داخل منها الايه؟ بي فسميت بي ويف. طيب في الالفابيتيكال بي بعد كده بعد البي ايه؟ كيو ار اس تي يو صح؟ يبقى عندنا البي ويف. بعد كده الامبلس راح ناحيه الالكترود ولا اواي فروم ذا الالكترود؟ ناحيه الالكترود. طبعا هنا مفيش ويف هنا كوندكشن اونلي. يبقى عندنا ايه؟ ايزوليكتد لاين. بعد كده السبتم بياخد الامبلس منين؟ اواي من اللفت من الليفت باند برانش. يبقى اواي ولا ويز؟ اواي. اواي. طب هنا السبتم سيك زي الوول؟ لا. دالفيتك ولا سين؟ سين. يبقى يديني داون وور ديفليكشن. بعد البي هيبقى ايه؟ كيو. فكده نروح البوس فينتركلز الرايت اند ليفت. هو از مور سيكر؟ الليفت. يبقى المحصله ماشيه مع الليفت. يبقى ايه؟ بوس ابور. طبعا الايه؟ الفابيتيكا. خلاص؟ ادي الاس. طب الاس عباره عن ايه؟ اللاست بارت اوف ذا فينتريك اللي هي الايه؟ البيزل او بوستر بيزل بارت اوف ذا هارت اند بالموناري كونس رايح ناحيه الالكترود ولا اوي؟ اوي ده الاس. خلاص يبقى احنا خلصنا كده من الايه؟ الديبولاريزيشن بتاعت الاتريا اند ديبولاريزيشن اوف بوث فينتريك. خلاص؟ يبقى الهارت كله في الفتره دي ايه؟ ديبولاريزد ولا بولاريزد ولا ريبولاريزد؟ ديبولاريزد. يبقى all the heart is depolarized. خلاص؟
بعد كده تبدا عندي ايه يمهدين هنا ايزو الكتريك لاين الاس تي 7. بعد الديبولاريزيشن يحصل ايه؟ الريبولاريزيشن. هل الريبولاريزيشن زي الديبولاريزيشن ولا عكس الريبولاريزيشن؟ عكسها. يبقى المفروض التي ويف تكون ايه؟ عكس الكيو ار اس كومبلكس. صح؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ لكن وجدنا ان التي ويف بوست. ايه اللي خلاها بوزيتيف؟ ثانية قبل ما نبدأ الكومبريشن اوف بلاد انسايد ذا هارت يخلي الريبولاريزيشن عكس بدل ما هو من الاندوكارديوم الى الليبيكارديوم خلاها العكس. يبقى الديبولاريزيشن عكس الريبولاريزيشن، يعني معناها لو الدايبول رايح ناحيه الالكترود يبقى يديني ايه؟ داونورد ديفليكشن، لو قوي يديني ابورد ديفليكشن. طب الامبلس بتبدا منين؟ من الاندوكارديوم الى الليبيكارديوم. الاندو للايبي. صح؟ يبقى المفروض الريبولاريزيشن تبدا منين؟ تحت. من الاندوكارديوم الى الايبيكارديوم. لكن زي ما احمد بيقول ايه؟ ها اثناء الفنتريكولار سيستول ها الفنتري بيعمل ايه؟ كومبريشن على البلاط يعمل لي ايه؟ ريلاتيف اسكيميا اوف ذا اندو كارديوم. ريلاتيف اسكيميا في الاندو كارديوم. طب ريلاتيف اسكيميا، طب الايبي كارديوم في اسكيميا؟ لا لا مفيش اسكيميا. يبقى الريبولاريزيشن تبدا منين؟ من العكس. يبقى ممكن يجي لكم سؤال واي تي ويف ها ان ذا سيم دايركشن اوف كيو ار اس كومبلكس فبتبدا من بيكوز ايوه لاست بار تو بي دوبولاريز اللي هو الايه؟ الاي بي كارديوم از ذا فيرست بار تو بي دوبولاريز. خلاص يبقى هو تي ويف ان ذا سيم دايركشن اوف كيو ار اس كومبلكس. ليه؟ لان اخر واحد جزء من الهارت حصل له الديبولاريزيشن اللي هو ايه؟ الايبيكاردي مش كده؟ هو هيبدا يكون اول واحد حصل. يبقى انا عكست المسار الكهرباء ولا لا؟ نفي نفي ايه؟ بوزيتيف. يبقى اداني ايه؟ بوزيتيف. عرفنا؟ ليه التي بنفس الاتجاه الكيو ار اس كومبلكس. طب انا هاخد هنا دي واحد. اول حاجه يحصل اكسيتيشن البي ويف ويز ولا اجينست؟ against بي 1 معاها وتديني بوزيتيف بي بعد كده تروح لي على الاي في معاها نوت اي في باندل باندل اوف اس باندل برانش. طيب السيبتم تورد ولا اوي تورد مش كده؟ ما دام تورد يبقى اديني ايه بوزيتيف؟ صغير ولا كبير؟ صغير. يبقى اديني ايه بوزيتيف؟ بوزيتيف. هنسميها ايه؟ مش كيو هنسميها ايه بوزيتيف؟ بوزيتيف. خلاص هل دي ار؟ لا لا. طب ممكن اكتبها كيو؟ لا. في عندنا قاعده اول البوزيتيف اسميها ايه؟ ار. اول بوزيتيف اسميها ار سمول. ثاني بوزيتيف اسميها تي. اول نيجاتيف اسميها كيو. ثاني نيجاتيف اسميها اس. اس ثاني ويف لو نيجاتيف اسميها اس. طيب سبت دي بتاعت السبتم يبقى اسميها ايه؟ مش نافعه تكون ار كابيتال ار عشان كده بنسميها سمول ار. سمول ار. وسمول ار دي بتاعت ايه؟ كيو. سبتم مكان الكيو. خلاص طب ليه ما سميتها مش سميتها كيو؟ لا لا لانها بوزيتيف نوت نيجاتيف. خلاص؟ طيب بعد كده هتروح للبوز فيند. هو از مور سيكر الليفت. اواي. رايح ناحيه ولا اواي؟ اواي. يبقى يديني داون وورد ديفليكشن. طبعا سيت كبير. طب نسميها ايه؟ كيو. ها؟ كيو. واحد بيقول كيو ها احمد كيو سمول. احنا قلنا اول ويف لو بوزيتيف هنسميها ايه؟ كيو. بوزيتيف لا لا سمول. لو اول ويف نيجاتيف هسميها كيو. لكن لو بوزيتيف هسميها ار. خلاص كده؟ طب هنا كيو ار يعني كيو. اسمعنا بس دي اول ويف ولا تاني ويف؟ اول ويف. ده اول ويف نيجاتيف. اول نيجاتيف. لكن هنا عندي هنا ار بعد الار ترتيب الار ايه؟ اس. مش كده؟ خلاص يبقى عندنا بي ار هنا ايه اس وبعد كده نكمل الايه التي عادي. طب ها بي 2 بعدين بي 3 بي 4 تي. طيب هل هتي زي ما هي؟ ليه مش المفروض هو ايه تورز الالكترود في بعض الحاجات هتبقى ايه نيجاتيف. انا هقولها لك كمان شويه. خلاص كده؟ طيب ندخل بعد كده علشان ايه؟ نشوف V2. V2 اقرب من الايه الليفت.
يبقى من V2 V3 V4 طبيعي الR تبدا ايه تصغر تكبر والS ايه تصغر لغايه لما نوصل لايه V5 and V6 خلاص. طب ناخد احنا كده الاي في ار. الاي في ار فين؟ هنا كده صح؟ اللي هو عند الرايت ار. اي في ار. هنحط الالكترود هنا عند الرايت ار. خلاص؟ اول ويف ايه؟ اواي. نيجاتيف. تاني ويف راح للكل كله اواي. طب التي كله هيبقى اواي صح كده؟ يبقى كل الايه؟ الويفز نيجاتيف ماشي. تاني الامبلس انا راح ناحيه الالكترود ولا اواي فروم ذا الالكترود؟ اواي. اواي ادتني ايه؟ نيجاتيف بي. الكيو ار اس كومبلكس ها راح ناحيه الالكترود ولا اواي فروم ذا الالكترود؟ اواي. تديني ايه؟ داون كيو. طيب التي داون. طب نفترض ان انا حطيت الالكترود انسايد زي كافيتي اوف ذا هارت. في بوست الامبلس بتطلع منين؟ من الاندوكاردم الى الايبيكاردم. اواي يعني صح؟ اواي. يبقى تديني نفس الرسمه ولا لا؟ نفس الرسمه صح ولا لا؟ عشان كده بنسمي الاي في ار كافيتري باترن اوف اي سي جي. يعني ايه كافيتري باتر؟ نفس داخل الكافيتي اوف ذا هارت. As if we put the electrode inside the cavity of the heart. يعني كان انا حاطط الالكترود داخل ايه؟ الكافيتي. كل الويفز ايه؟ اواي. طب ليه بنعملها؟ عشان اشوف الاكزاكت سكيمي وين. برافو عليك. يبقى انا ليه انا عارف ان هي كلها كافيتي كلها انفيرتد صح؟ ليه انا بعملها؟ لو عملتها طلعت الرسمه دي يبقى انا موصل التوصيله بتاعتي صح. لو طلعت غير كده يبقى التوصيله بتاعتي ايه؟ غلط. ابدا اغير التوصيله تاني ماشي. يبقى الرايت ارم يبقى ايه؟ الالكترود راح عند الرايت ارم مع الرايت ليفت ارم والليفت. فهمت؟ يبقى عرفنا ازاي الاي سي جي بتتعمل. خلاص. طيب النص الاولاني في الاي سي جي في البي بتاع ايه؟ رايت اتريوم. رايت اتريوم صح كده؟ نفترض ان رايت اتريوم هايبرتروفيت هيزيد. يبقى كل البي هيزيد ولا الرايت سايد بتاعتها؟ الرايت هاف. الرايت هاف. الفيرست هاف. يبقى البي هتكون ايه؟ كده كده والتانية كده صح؟ طب نفترض الليفت اتريوم هايبرتروف يبقى النص التاني يبقى ده رايت اتريوم اهو ادي ايه؟ ليفت اتريوم. طب ايه المين كوز اوف رايت اتريال هايبرتروفي؟ بالمونار هايبرتنشن مش كده؟ بالمونار هايبرتنشن او في عندنا ايه؟ بالمونار ستينوزس او ترايكاسبيد ريجيرج بس في النهايه عمل لي بالمونار هايبرتنشن عشان كده سموها ايه؟ بي بالمونار ماشي؟ يعني احنا لو خدنا دي كده عملناها كده يبقى زي حرف البي ولا لا؟ طيب عندنا الليفت سايد الليفت اتريا لو حصل له انلارجمنت اكبر سبب يعمل لي انلارجمنت ايه؟ المايترال ستينوز عشان كده سموها ايه؟ بي مايترال. خلاص؟ البي مايترال دي عامله شكل الام ولا لا؟ شكل الرسمه نفسها شكل الايه؟ الام. خلاص كده؟ فهمت الصوره بتعمل ازاي؟ خلاص طيب كده نشوف الايه؟ طب بسرعة؟ اليو طيب اليو سبب اليو ايه؟ يا اما سوبر اكسايتيشن فيس اوف ذا اي سي جي او ديبولاريزيشن اوف بابيلاري ماسك. خلاص؟ ومعظم الناس مش موجود اليو. ادي الايه؟ تعريفها اي سي جي. عندنا انواع الليد فعندنا كام ليد؟ 12 صورة. في عندنا ليد واحد وليد اثنين وليد ثلاثة دي بنسميها ايه؟ ستاندرد لمب ليد او يونيبولر لمب ليد.
واحد عالم اسمه أينتهوفن قال لك الهارت من ذا سنتر اوف تراينجل اكوي لفت الارض تراينجل مثلث متساوي الاضلاع. الاضلاع بتاعته ادي رايت ارم ليفت ليفت ليج. خلاص انت يقول هنا ماشي من رايت ارم الى ليفت ارم لان الاس ينود هنا صح؟ الاس ينود من الرايت اي في الرايت سايد. يبقى هنا ايه؟ بص فانا نيجاتيف هنا بوزيتيف. طيب نشوف من رايت ار للليفت ليج ماشي كده يبقى ادي نيجاتيف بوزيتيف ادي بوزيتيف ايه الليفت ار والليفت ليج نيجاتيف بوزيتيف يبقى اذا عندي هنا الرايت ار دايما ايه نيجاتيف عشان كده كله ايه كابيتال يبقى نيجاتيف صح. طب الليفت ليج دايما بوزيتيف الليفت ار بالنسبه للرايت ارم ايه بوست لكن بالنسبه للليفت ليج نيجاتيف خلاص. أينتهوفن ده وجد ايه لو جمعنا الثلاثه الكترود خلاص مع بعض اللي هو ليد واحد زائد ليد اثنين زائد ليد ثلاثه وجمعهم هيساوي زيرو يبقى واحد زائد اثنين زائد ثلاثه يساوي ايه زيرو. نفهم من كده ايه نحسب واحد يبقى في واحد منهم ضعف الاثنين او يعني يساوي الاثنين وجدوا ان ليد 2 يساوي ليد 1 زائد ليد 3 مش كده؟ دي بنسميه الترينجل اسمه ايه؟ أينتهوفن ترينجل. القانون اسمه ايه؟ أينتهوفنز لو. أينتهوفن لو قال لك ليد 1 زائد ليد 2 زائد 3 ها اسمه ايه؟ يساوي كام؟ زيرو. خلاص؟ يبقى اذا وجد ان ليد 2 ده نورمالي يساوي ليد 1 زائد ليد ايه؟ 3 عندي هنا دي ماشي كده صح؟ دي جايه وبيكمل كده وليد 2 عكسه ماشي؟ فلما روح خد الالكترود ليد 1 وليد 2 وليد 3 وجمعهم مع بعض خلاص في جالفانومتر وجدوا ما اتحركش يعني بيساوي ايه؟ صفر. يبقى اذا ليد واحد وزائد اثنين زائد ثلاثه بيساوي صفر. لما شاف الرسمه وجد الاثنين بيساوي واحد زائد ثلاثه مش هو اللي عمل ده اكتشف خلاص مفهوم الكلام ده؟ ده فين؟ في النورمال مفهوم الكلام ده؟ طيب فراح عامل ايه؟ راح واخد الثلاثه الكترودز وموصلهم مع بعض بقى يساوي كام؟ 3 0 صح؟ وراح عامل كمان مقاومه 5000 اوم يبقى 0 ولا مش 0؟ نحلف كده انها 0 ولا لا؟ يبقى لما اجمع ليد 1 زائد ليد 2 زائد ليد 3 بتساوي ايه؟ 0 وراح حاطط عليها مقاومه كمان ايه؟ 5000 اوم اكد ولا لا انها 0؟ 0 خلاص؟ وراح واخد الكترود تاني والالكترود الثاني بدا يحطه على الرايت ارم لوحده ليفت ار ليفت ليفت خلاص ها يبقى على الرايت ارم ليفت ار ليفت ليفت سماه هنا ايه في ار بالس ها دي ال دي اف خلاص ماشي. يبقى هنا الالكترود بقى زيرو والثاني هو اللي بيديني الحاجه الحقيقيه يبقى باي بولر ولا يوني بولر؟ باي بولر يوني بولر ماشي. الاول اللي كان بيشوف الرايت بقى ايه فرق الجهد بين الرايت ارم والليفت ارم بين الرايت ارم وايه والليفت ارم يبقى باي بولر ولا يونو بولر؟ باي بولر. واحد اسمه انديفرنت الكترود والتاني هسميه ايه اكسبلورنج الكترود خلاص. طب هنا الانديفرنت الكترود هنا بيساوي ايه؟ زيرو. يبقى احطه على مكان يديني الاكشن بوتنشال مش كده او البوتنشال اكتيفيتي بتاعت الايه السايت نفسه. لما حطه على الرايت ارم اداني ايه في ار كان ضعيف حطه خلاص. وهنا ليفت ار وليفت ليج ليه الصوره ايه الرسمه صفر ضعيف صغير قالك طيب انا عايز احط على رايت ار بشيل انا الايه المقاومه بتاعت رايت ار مباشره. طب عايز اشوف الليفت ار اشيل يبقى احطه على اي لم اعمل ايه اشيل المقاومه بتاعته. وجد ان بيديني صوره مره ونص ضعف الايه
الصورة عشان كده عملها ايه اوجمنتيشن اسمها ايه اوجمنتيشن اول حرف اوجمنتيشن ايه مش كده سماها اي في ار اي في ال اي في اف عرفنا بقى جت ازاي التسميه اي في ار واي في ال واي في اس طب هنا يوني بولر ولا باي بولر يوني بولر يبقى انا عندي كام حاجه يوني بولر ثلاثة ها ثلاثة او ستة اي في ار وفي ال وفي اف وعندي الشيست ليد اللي هو من في واحد الى في ست نشوف بقى الشيست ليد ادي استرنم ونبرة مستمرة طبعا احنا عارفين هنا بايه سكند ريب ماسك فين في الانجل فلويس صح سكند ريب هنا طبعا ايه الكلافيكل ومغطي طبعا اللي في ريسك سكند ريب تحته سكند ايه سبيس انتر كوستال سبيس ثيرد ريب تحته ثيرد انتر كوستال سبيس وهكذا يبقى دي سكند ريب دي سكند سبيس ثيرد ريب ثيرد سبيس فورث ريب فورث سبيس فيفث ريب فيفث سبيس وهكذا خلاص في واحد وفي اثنين واحد على في واحد في الفورس انتركوستال سبيس بات تو ذا رايت سايد اوف ذا ستير في 2 ليفت سايد فور في برضه في الفورس انتركوستال سبيس بس تو ذا ليفت سايد اوف ذا ستير خلاص طيب عندي ميد كلافيكولار لاين في الفيفث انتركوستال سبيس في 4 خلاص ما بينهم ايه في 3 طب برضه في نفس الفيرست انتركوستال سبيس انتيريور اكزيلري لاين انتيريور اكزيلري لاين الايه بي 5 طيب في الميد اكزيلري لاين بي 6 بي 6 خلاص يبقى في عندنا هنا بي واحد فين فور اي فورت انتركوستال في 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 الفورس انتركوستال سبيس تو ذا رايت سايد اوف ذا سيرم في 2 ليفت ها فورث انتركوستال سبيس بعد ناخد دي فور الميد كلافيكولار لاين ايه الميد كلافيكولار لاين عارفينه طبعا ها ميد بوينت بين في الكلافيكال و الانجوينال ليجامنت خلاص هنا الانتيريور اكزيلري لاين بعد كده الميد اكزيلري لاين ورا يبقى عندي ايه بوستيريور اكزيلري ممكن نحط ايه في 7 اول بوستيريور الميد ها سكابيولار لاين في 7 اللي بيتعمل سلايد في 6 خلاص احنا ممكن نعملها كبسيرش ميد انتر سكابيولار لاين خلاص اللي هو في ايه 8 خلاص كده طيب يبقى عندنا 3 باي بولر لمب ليد وفي عندنا ايه يوني بولر يوني بولر لمب ليد اللي هو ايه اي بي ار اي بي ال اف اف وفي عندنا شيست ليد من بي 1 الى بي 6 ادي الامبلس بتطلع منين من الاس اي نود اي بي نود باندل اوفيس باندل برانش والبركنج فايبر ادي الامبلس وهي طالعه ماشي ادي الباي بولر ليد اللي هو ستاندرد ليمب ليد وفي عندنا يوني بولر يوني بولر ايه شيست ليد ويوني بولر ليمب ليد ادي اكسبلورنج الكترود والاندفرنت الكترود انواعه وادي الايه الليمب ليدز اللي عندنا في واحد اثنين اربعه بعد كده ثلاثه منهم بعد خمسه وسته دي الاينتوفنز تراينج دي الايه دي الايه باي بولر مش كده باي بولر لمب ليد من رايت ارم ليفت ارم نيجاتيف بوزيتيف ارم خلاص طب هنا احنا دخلنا هنا على ايه اي في ار ايوه دي ادي اي في ار شلت انا المقاومه زي دي كده من هنا صح وسبت التو ايه طب. ادي نفس الكلام اهو عايز الاي في ال واشيل المقاومه بتاعتي ادي اي في اف اشيل الايه المقاومه بتاعتي خلاص كده خلاص انا ايه ادي عندي البي بتكون ريسكو بليكس وادي الايه التي خلاص يبقى عندنا البي ويف ها
السبب ايه؟ اتريال ديبولاريزيشن. والكيورز كومبلكس ريجولار ديبولاريزيشن. الكيو ديبولاريزيشن اوف سيبتم. الار ديبولاريزيشن اوف بوث فنتريكل. الاس ديبولاريزيشن اوف ذا ريميننج بارت اوف البوستر بيدر بارت اوف ذا فنتريكل اند بالمونري كونس. وبعد كده الدي ريبولاريزيشن. الديوريشن البي ويف كام؟ 8% الى 1/10 ساكن، ما زيدش عن 1/1. لو طولت عن كده يبقى عندي ايه؟ برولوند. برولوند يا اما ايه؟ هايبرتروفي مش كده؟ الفنتركل او هارت بلوك. والاكثر عندي بيكون ايه؟ لو لقيتها اكثر مثلا 1/3 يبقى على طول هارت بندل برانش بلوك. خلاص؟ ماشي؟ اللي هي الايه؟ كيورس كومبلكس. لكن البي ويف طبعا 8% الى 1/10. اكثر من كده يبقى ايه؟ هايبرتروفي. اقل من كده هيكون ايه؟ عطف. الامبليتيود كام؟ 2/10. الفنتريكل طبعا هو الاهم زي ما قلنا 8% الى 4% الى 8%. لو زادت عن 1/10 او 1/1 يبقى بندل برانش بلوك. خلاص؟ والامبليتيود كام؟ 1 ملي فولت. الكيو طبعا احنا عارفينها. والتي ويف كام؟ 25% سكند. الديوريشن والامبليتيود كام؟ 4/10. البي ار انترفال من بدايه البي الى بدايه الار. ايه الفرق بين الانترفال والسيجمنت؟ ما فيش ويفز. ايوه الانترفال فيها على الاقل ويف، يعني البي ويف والكيو ويف، صح؟ ممكن يكون في كيو او ما فيش، لكن بي ار انترفال. بعض الكتب كاتبه بي كيو انترفال. خلاص؟ في عندنا كيو تي انترفال، يبقى من بدايه الكيو الى تي. خلاص؟ بدايه ونهايه. ايوه من بدايه الكيو الى نهايه التي، يعني واخده لي ديبولاريزيشن اند ريبولاريزيشن. خلاص؟ طبعا الحاجات دي نظري بتطول في حالات ايه؟ وشورت في حالات قال الكيو تي من 44% الى 48%. الاس تي سيجمنت دي مهمه جدا على اساس ايه؟ نورمالي الهارت كله بيكون ايه؟ ايزوليت. خلاص؟ طب لو لقيناها اباف او بلو الايزوليتريك لاين يبقى اسكيميا او انفاركشن. لو اباف الايزوليتريك لاين بتساوي انفاركشن. بلو الايزوليتريك لاين يبقى ايه؟ اسكيميا. مفهوم؟ شوف كده مثلا لو في جزء من الهارت هنا حصل له ايه؟ مثلا اسكيميا او انفاركشن. خلاص؟ صح؟ الهارت نورمالي خلاص؟ بيفور اني اكسيتيشن بيكون بولاريزد ولا دي بولاريزد ولا ري بولاريزد؟ لا بيبقى بولاريزد. بولاريزد يعني ايه؟ بره في عندي بوزيتيف وجوه عندي ايه؟ نيجاتيف. مش كده؟ بره صوديوم اكتر السيل وجوه عندي ايه؟ نيجاتيف. بوتاسيوم. خلاص؟ والحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي ريستنج ميمبرين بوتنشال. مفهوم الكلام ده؟ بره بوزيتيف. يبقى نورمالي نورمالي. يكون بره ايه؟ بوزيتيف وجوه ايه؟ نيجاتيف. صح كده؟ الكلام عن ريستنج ميمبرين بوتنشال. اللي هو الريستنج ميمبرين بوتنشال. كل الهارت في الايه؟ في الريست. فبيبدا لي ادي البي والكيو ار اس كومبلكس النورمال بتاعي، صح؟ في نهايه الكيو ار اس كومبلكس الهارت كله ايه؟ ديبولارايز. صح كده؟ مفهوم؟ طيب نفترض ان في عندي هنا ايه؟ اسكيميا. هل الهارت هيبقى سليم؟ لا. ولا في حاجه تعبانه؟ في حاجه. الحاجه التعبانه ده هيبقى صوديوم بره اكتر والبوتاسيوم جوه اكتر وكلام من ده؟ يعني جوه بوزيتيف. ولا ملخبط؟ ملخبط. هيبقى ملخبط، هيبقى ديبولارايزد. يبقى الجزء اللي فيه اسكيميا هيبقى ايه؟ ديبولارايزد. ماشي؟ يبقى لما اجي ابدا الاي سي جي مونيتور ايه اللي هيحصل؟ هل الهارت كله لا ها بولاريزد يعني زيرو بتاعي لا ولا هو بولاريزد في فرق جهد ولا لا في فرق جهد؟ اذا لما نبدا التصوير المفروض ادي الايزوليكتريك لاين الطبيعي الهارت يبقى يا اما اباف يا اما بلو من البدايه الايزوليكتريك لاين.
مفهوم الكلام ده؟ يبقى اذا لما بصور بكون بس انا طبعا مش حاسب الايزوليتد لاين بتاع الهارت صح؟ دي نهايه الجو ار اس كومبلكس. الهارت كله بقى ايه؟ دي بولارايز بما فيها مين؟ سكيميك السكيميك بارت صح؟ يبقى ترجعنا على ايه؟ كله على ايزو الكتريك لاين. هل ايزو الكتريك لاين الاول ولا الحقيقي؟ حقيقي. خلاص كده؟ يبقى عشان كده هلاقيها يا اباف يا بيلو الايزو الكتريك لاين الايميجر اللي هو بدا بقى. ناخد كده نشوف مثال. نفترض هذا الايزو الكتريك لاين الحقيقي ايميجنال. خلاص فرق الجو بدات تصوير فصور اباف ذا ايزو الكتريك لاين. بقى ادي البي اهي وادي الكيو ار اس تي. ها الهارت كلها يبقى ايه؟ دوبلرايز. يبقى التي تروح راجعه لي الايزو الكتريك لاين. يبقى بيلو الايه؟ الايزو الكتريك لاين الايميجر اللي هي صورت بقى صح؟ طب نفترض ان هي بدات من تحت حسب المكان. بدانا من هنا كده ادي البي وادي الكيو ار اس. ها مش كده؟ وهي نزلت تبقى ايه؟ على الايزو الكتريك لاين. يبقى كده اباف الايزو الكتريك لاين صح؟ يبقى اباف الايزو الكتريك لاين ماشيه مع مين؟ مع مايوكارديال انفاركشن وبيلو الايزو الكتريك لاين ماشي مع اسكيميا. خلاص كده؟ طيب انا عايز اشوف كده لو حط الالكترود هنا في 5 او في 6 مثلا ها مقابل مين؟ الاسكيميك او لا نقول بقى الانفاركشن. اوكي انفاركت بقى الجزء اللي فيه انفاركشن ده فيه الكتريك اكتيفيتي؟ لا لا كانه ديد بار صح؟ انا في عندي شباك اهو نورمال قافل الشباك وهروح مصور المبنى اللي ورا الصوره هتطلع واضحه ولا مدوشه شويه؟ مدوشه مش كده؟ اللي هو دي كان الايه؟ الكيو الطبيعي بتاعي. اذا فتحت الشباك هشوفها اوضح ولا لا؟ اوضح. طيب انا هنا حاطط الالكترود هشوف السبتة. الالكترود هيشوف مين؟ السبتة. هشوف السبتة. هشوفه لي بصوره اوضح. يبقى يعمل لي ايه في الايه؟ في الكيو. هيديني ديب كيو. عرفنا بقى الديب كيو جت ازاي؟ عشان as if it looks through the window كانه باصص من شباك. هيصور لي مين؟ سبتم. هيصور لي المصل دي ولا سبتم؟ سبتم. السبتم. يبقى صور لي بوضوح يعني يكون ايه اكبر. هيديني الايه؟ الديب كيو ويف. هيديني ايه؟ الديب كيو. خلاص كده؟ طبعا عندنا هنا الايه؟ الستريبس. هنا طبعا معموله مليمتر لارج سكوير 5 ها؟ 5 سمول سكوير اللي هي 5 مليمتر في الطول وفي العرض. خلاص؟ واحنا ماشيين هنا كده السرعه 25 ايه؟ ملي بير في سكند. يعني عندنا 5 مربعات كبيره تساوي 1 سكند. يبقى كام مربع صغير؟ 300 ها؟ 300 مربع صغير. خلاص؟ يبقى كل مربع ناخدها تاني. كل 5 مربعات صغيره واحد ايه؟ واحد سكند. يبقى الواحد سكند فيه كام مربع صغير؟ 5 في 5 25. طب بير مينت يبقى اضرب في كام؟ في 60 تديني 300. يبقى يجي يقول لك مثلا هات لي الهارت ريت. الهارت ريت اشوف ايه؟ الار ار انترفال على المربعات الايه الكبيره. يبقى 300 على الار ار انترفال اقصى المربعات الكبيره الموجوده بين الار والار. الار والار ماشي؟ شوف مثلا هذا الار ار انتر. طب ادخل النور هنا خلاص. الار ار انترفال هنا كم مربع كبير؟ 2.5 مثلا. يبقى 300 على 2.5 خلاص. طيب هنا كام؟ 3 4. 1 2 3 4. 300 على 4 فاعل كام؟ 70 مثلا. قول 75 صح كده؟ طب افرض لقيتها يعني ريجولار كده او زي دي كده اخد مربعات صغيره. في عندي كم مربع صغير في المربع الكبير؟ 5. 5 في 300 بكام؟ 1500. يبقى 1500 على عدد المربعات على الار ار انترفال بالمربعات الصغيره. مفهوم الكلام ده؟ يبقى لما نيجي يطلب مننا ازاي عايزين الهارت ريت هنا في التريس دي مثلا هنقول دي لو 3 300 على 3 فيها كام؟ 100. 100
خلاص المربعات الكبيره او 1500 على صغيرة. المربعات الصغيره اللي هي 15 او دكتور ممكن اخذ 6 واني واعد الكيو ار اس كومبلكس واضربهم في 5 6 ايه 6 ثواني 6 ثواني يكون محدد تحت عند الثواني انا لا ده انت ده الثانيه كم مربع 5 مربعات انا يعني مدرس كبير لا دكتور هذا لو حسبتها هنا يا دكتور هنا كم مربع 1 2 3 4 5 6 7 يعني على 5 2 3 4 5 دول في الثانيه ممكن خلينا ناخذ 3 دكتور ناخذ 3 في الدقيقه هنشوف عايزين كم مربع مظبوط لا لا مو في الدقيقه دكتور احسبها يا اما 6 ثواني او 3 ثواني يعني يا اما احسبها 30 مربع كبير يعني دكتور مثلا هذا اللي عديناه قبل شوي ايوه كم فيها من كيو ار اس يعني انت عشان تعمل كل ويف ليد واحد والاثنين والثلاثة اللي هي 12 رسمة عشان تعمل كل واحدة يعني العدد ده يبقى احنا عايزين تريسنج اكبر من ال لا دكتور الاي سي جي نفس الاي سي جي يجي عاد الى 6 ثواني ترى اذا ما كنت فاهم ورقة 6 ثواني لا 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 يجي الاي سي جي كل ويف انا بتكلم على الويف يعني الفي 1 يجي انا برسم الويف اللي هو ليد واحد وليد اثنين وليد ثلاثة كل واحد برسمه 2 3 ويفز بس هنا للتوضيح شفتها في الايه؟ تحت في الكالسكالس خلاص؟ كلامك يبقى صح لو الريجولار هارت ريت لو الريجولار اخد 10 مربعات واشوف فيهم كام كيو ار اس كومبلكس لها معادله واضرب فيها دي مش عليك مش كده؟ دي لو ايه؟ لو الريجولار لكن الريجولار الكيو ار اس كومبلكس لو انت ريجولار هارت ريت يبقى 300 على الار ار انترفال بايه؟ مربعات كبيره او 1500 مربعات اللي ايه؟ الصغيرة خلاص؟ اذا قلنا فوق تكون سكيم ولا انفارشن؟ فوق الايزوليك انفارشن تحت سكيم خلاص؟ طيب نشوف هنا المربع هنا الخمس مربعات 1 سكند يبقى المربع الواحد كام؟ 0.25 لا وين 2 20 بس مش 25 ماشي وين 2 خلاص طب يبقى المربع الصغير كام 5.2 يبقى بوينت ايه 0.4 مش كده يبقى عشان ممكن يسالك المربعات المربع الكبير الديوريشن بتاعته كام بوينت 2 طب الصغير 0.4 خلاص كده طيب الامبليتيود الامبليتيود بقى ايه عندي هنا ها فيرتيكال كل ملي كل مربع صغير يساوي 0.1 ملي متر هذا اللي هو 1 ملي متر يساوي 0.1 ملي فولت يعني ال 10 مربعات صغيرين يساوي ايه 1 ملي فولت مش كده يعني الكيو ار اس كومبلكس مثلا في ليد 2 هنلاقيها كام واخده مربعين كبار اقل من 5/10 ملي فولت او 5 ملي متر يبقى اتروفي طب اكتر من 1 ملي فولت هنسميها هايبرتروفي مش كده؟ يعني لو لينا الكيو ار اس كومبلكس الكيو ار اس كومبلكس كام هنا؟ 1 تقريبا تقريبا 1 الا صح؟ خدوا بالكم احنا بناخد اباف الايزو الكتريك لاين دي بوست خلاص يبقى دي كام؟ ادي 5 وادي 4 يبقى دي 9 بلو الازو الكتريك لاين يبقى نيجاتيف اطرح 1 2 3 منها 3 من 9 يبقى كام هنا الامبليتيود 6 طرح وجمع جبري جمع جبري طبيعي عادي خالص الابف الايزو الكتريك لاين بوزيتيف ها بلو الايزو الكتريك لاين ايه نيجاتيف يعني اقول نيجاتيف كذا لا وبعدين اجمعهم جمع جبري هنشوف هنا مثلا كام ادي 1 5 6 ودي 5 واحد ملي فولت واحد واحد واتنين من عشرة وهنا ايه اتنين من عشرة يبقى واحد ملي فولت خلاص لو لقينا اكتر من واحد ونص يبقى ايه هايبرتروفي اوف ذا ايه طبعا هنا من بداية البي لبداية الار بي ار انترفال خلاص نورمال جاب البي ار انترفال 0.12 12 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
ودي بتمثل لي ايه؟ الريبولاريزيشن. الريبولاريزيشن بيكون اثناء السيستول، بنسميها فنتريكولار سيستول. خلاص، افرض واحد عنده زياده في الكالسيوم، يبقى زود السيستول ولا لا؟ قوه السيستول هيعمل لي شورت لا. لو قل الكالسيوم يحصل ايه؟ العكس. الاس تي سيجمنت لازم نورمال بتاعي يكون ايه؟ ايزو الكتريك لاين، اباف الايزو الكتريك لاين مايكاردال فانكشن بلو الايزو الكتريك لاين. طيب الدي ويف نورمالي بص صح، لو لقيتها ديبريست او انفيرتد يبقى في عندنا خلل في ايه؟ في الريبولاريزيشن، يبقى بدايه الاسكيميا. الاسكيميا عندي ثلاث حاجات، الاسكيميا والكرنت اوف انجري والمايوكاردال انفاركشن. ممكن تلاقي الثلاثه مع بعض، يعني هنا كده مثلا جزء فيه انفاركشن، جزء دي انفاركشن، دي اسكيميا، دي ايه؟ والفرنوس كرنت اوف انجري. يعني اول حاجه اسكيميا، اسكيميا دي ممكن يكون سباز ويفك وخلاص بتاع الانجاين، لكن لو زاد يبقى ايه؟ دخل فيه كرنت اوف انجري، في النهايه بنسميه انفاركشن. خلاص ادي الايه؟ ادي اللي عندنا اهو، ادي واقع حاجه، ايه اللي احنا بنشوفه؟ طبعا عندي هنا ايه؟ ادي الويبس بتاعتنا. خلاص هنا لو الايه؟ لو الار ار انترفال واخدالي 1 ميج سكوير يبقى الهارت ريت كام؟ 300. لو 2 يبقى كام؟ 150. 3 يبقى 100 وهكذا. لو 6 يبقى كام؟ 50. خلاص ادي بيكون نايم 45 درجة معقول، 45 درجة على السرير. خلاص عندي هنا الانترنال جاجولار فين، الانترنال جاجولار فين واخد لي من الانجل اوف ذا مندبل الى الميديال سايد اوف ذا اكسترنال. خلاص يبقى اذا في جزء من الايه؟ ستيرنوماستويد او ستيرنوكليتوماستويد مغطيه لي الايه؟ الانترنال جاجولار فين، مع انه المفروض افضل لانه على طول على امتداد الايه؟ السوبروفينكيشن. خلاص لكن الاكسترنال جاجولار فين لا ماشي ايه؟ واحد. صح. ادي الاكسترنال جاجولار فين اهو. فانا بروح حاطط مسطره كده ومسطره قصادها كده. واشوف الارتفاع بتاعه منين؟ من عند الايه؟ ها؟ الانجل اوف لويس. الانجل اوف لويس في المكان ده تبع 5 سم. يعني شفنا كده ادي الرايت اتريوم اهو. ادي الانجل. تبع كام سم؟ 5 سم. انا اشوف الجاجولار فين. خلاص احط المسطره هنا ومسطره قصادها واشوفه كام ملي مثلا. افرض 2 ملي يبقى الجاجولار فينس فالس كام؟ 5 زائد 2 يساوي كام؟ 7. 5 و2 7. افرض لقيتها 1 يبقى 5 و1 6. افرض لقيتها 4 5 و4 9. يبقى في اتجاه الايه؟ 45 درجة. إذا لقيت إن هي مستخبية خالص، يعني جاجلر فين واصل لغاية النك وأنا مش شايف النهاية بتاعته، أرفعها 45 درجة شوية ممكن يوم. إذا لقيته مش باين خالص، لا ممكن أنزله عن 45 درجة. خلاص؟ لكن نورمالي يكون نايم على إيه؟ 45 درجة. طب دكتور الطبيعي إنه يكون واضح ولا لا؟ الطبيعي يكون واضح، واضح بسيط يعني. خلاص؟ الجاجلر فينس بالس بيست سين نوت فيلد، لكن الكاروديد ايه؟ الافضل ان انا ايه؟ تاني حاجه هنا ويفي، ويفي اللي هو الايه؟ توشن سي في، يبقى يديني ثلاثه ويفز، لكن التاني ايه؟ لا ده بلسيتنج. خلاص؟ تاني حاجه هنا لو ضغطت عليه طبعا هيختفي، لكن الارض اللي ضغطت عليه هيزيد وهشوف. خلاص؟ شايفين ادي واضح اهو. واضح. ادي شكله فين عامل ازاي؟ مثلا كونجستد هارت فيلير. خلاص او سوبيرور فينا كيفا اوبستراكشن. لو سوبيرور فينا كيفا اوبستراكشن مش هيكون نوت بالسيتي. خلاص او اللي زي دي يعني يعتبر كانها واضحه صح مش هنا. شوف يعني ايه شايفينهم هنا واضح اكتر. خلاص هذه ليه جبنا فينا اهو هذا الامتداد بتاعنا اهو. خلاص
وانا بشوف الارتفاع بتاعه، الارتفاع بتاعه منين؟ الاتريوم خلاص الى الجوجل فين يا دكتور؟ دايما ازود على الخمسه يعني؟ اقول ان هو هنا كام؟ هنا خمسه. هنا لحد استرنم خمسه. لغايه الاسترنم خمسه ثابته في ايه؟ لو كان نايم 45 درجه معقول خلاص؟ واشوف الارتفاع بتاعي، شوف الارتفاع كام؟ اجيب مسطره هنا كده ومسطره كده عند الايه؟ فين؟ الجوجلر فين؟ انا حسست ماشي؟ خلاص؟ خلاص؟ هذه مسطره اهي ومسطره عند الايه؟ عند الارتفاع بتاعي. هشوف مثلا 3 سم انا وزنها كام؟ 1 2 3 3 و5 كام؟ 8. هو نورمالي لازم يكون اقل من كام؟ من 7. خلاص؟ خد بالكوا الاكسترنال جاجلر فين؟ اهو واضح ازاي؟ الانترنال فين؟ بتغطي بالايه؟ وادي من الانجل اوف ذا ماوس الى ها الميديال بارت اوف ذا كليفت. خلاص؟ ها اي سؤال؟ تاني واضحة؟ جاجلر فين؟ كل الفئة بيجي لك الايه؟ الشخص نايم، أهم حاجة يكون كام؟ 45 درجة مئوية، ورحت مسطرة. عند الانجل فلوس ومسطرة ايه؟ ايه عمودية عليه. وأشوف ارتفاع كام؟ هنا ارتفاع كام؟ آدي 1 2 3 خلاص؟ وأضيف عليها الايه؟ الخمسة. خلاص كده؟ تمام؟ اكثر من ترنا جاكولر ولا اكسرنا؟ احنا قلنا اهو خد بالك من الحته دي وريلك الاثنين عشان نعرف فين الانترنال جاكولر واخد من الانجل اوف ذا ماوس الى الميديال بارت اوف ذا ايه؟ اوف ذا سترنا اوف ذا كلافيك مش كده؟ عند الاسترنا متغطي بايه؟ استرنو ماستويد ماسك او ايه استرنو كيوتو مسطول مصر او استرنو مسطول مصر صح؟ انا عندي مسطول بروسيس الى اهو استرنو صح؟ بيضغط ادي الانترنال والمفروض الانترنال افضل لانه ماشي مع مين؟ مع السوبيرور فينا كيفا صح؟ لكن الاكسترنال خد بالك مش كده بس مين اللي واضح عندي؟ الاكسترنال الاكسترنال يعني نقيس الاكسترنال ما احنا بنقيس كده الاكسترنال ماشي؟ لانه هو الايه؟ الوضع هو الايه؟ ودايركت سوبر فيش دكتور مسطرة مسطرة ولا ايه؟ ابص المسطرة اهو بشوف انا شايف ده المسطرة الاولى دي؟ المسطرة الثانية اعمل ايه؟ اشوف اكثر ارتفاع اروح محددها كده وامشي عمودي لغاية لما اوصل المسطرة اللي ايه؟ يبقى دي مسطرة فيرتيكال ودي مسطرة هوريزونتال بس الاثنين لازم يكونوا ايه؟ فيرتيكال ليتشي اصلا عمودي على بعض انت غير الصورة لا هذه برضه نفس المسطرة الثانية الأولانية المونيتور لا لا مو هذه اللي قبل لا لا هذه حد وين وين فين فين البداية بتاعها اهو وبعدين ادي اهو شغل فين والمفروض طبعا اخلي ايه ريلاكس شوية علشان ما يضغطش عليها لان الضغط عليها يعني ايه ممكن تختفي يعني خلي الراس تثبت الناحيه الثانيه اه شويه اما يرش شويه وتبقى ايه فليكست الناحيه دي خلاص يبقى اروح ادي ايه الانجل فلوس اروح عامل مسطره واشوف الثانيه ديت قصادها على طول واحسب اي سؤال؟ عندكم محاضرة ايه؟ كلينيكا رديولوجي رديولوجي النهارده طيب الحمد لله ان شاء الله ثلاثة ولا ايه؟